السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلول بسيطة وعملية لمحاربة الكسل. أول شيء تعرف على شخصيتك والطبيعة متاعها لتحسن التعامل معها. مهما كان عمرك يجب أن يكون لك أهداف. حدد أهدافك وحاول أن تعمل لإنجازها. اعتمد نظام المكافآت، مثال كافئ نفسك وستجد نفسك تحاول أو تعمل على إنجاز أهدافك. كافئ نفسك، ما تخافش من الفشل واجعله طريقا إلى النجاح فقط لا غير. أنت شخص مختلف ومبدع ومتميز، فقط ابدأ. السهل هو فقط فعل لا شيء، والأصعب هو فعل الشيء. فقط قم وافعل شيئا. يزم الكبي، أسعد نفسك وسعد الآخرين. تعال إلى السعادة. ماذا تريد أن تكون؟ لا تخف من الفشل، ابدأ ومرحبا بك معنا. إياك والعمى الطوعي، أي العيش على الهامش. تخلص من الروتين، خطط ليومك على أن يكون يوما جيدا. السلام عليكم.